يوم اللي حتنتقل مين اللي في بالك أو بنفسك تشوفه في الجانب الآخر؟ أول شخص تقول أول ما غمض عينيا من الدنيا دي عاوز أشوفه في الآخرة؟ بالنسبة لي أنا أتمنى أن أشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. بالنسبة لي أنا يعني ده من وجهة نظري الشخصية يعني. بس أنت شفته في رؤية قبل كده؟ أنا شفته مرتين بس للأسف بقالي سنين ما شفتوش. بتمنى يمكن أنا مقصر مش عارف أوصل للدرجة أن أنا أشوفه زي ما شفته زمان يعني. طب من أحبابك من أصدقائك عدلك تشوف مين؟ الجيل بتاعي مين مين بنفسك تشوفه؟ مين من زمايلي؟ من اللي انتقلوا؟ يعني عايز اطلع لزميل عمري. وبعدين على فكرة زي ما بقول لك أكلت الشفافية دي يعني كثير بيقولي كده وأنا قاعد بالليل وأنا بصلي يعني كثير. حتى يعني شيء غريب جدا إن في شخصيات كبيرة أنا التقيت بيها يعني أنا كان في ناقد اسمه نبيل بدران. أوكي. ده مات من سنين. يعني أنا شفته؟ الأسبوع ده جالي وأنا بالليل. عاوز إيه؟ قال لك إيه؟ لا بشوفهم بس كده. بس بتشوفهم بيكلموك؟ بشوفهم لا 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 ما فيش كلام. الكلام يعني أنت عارفة أوقات يبقى كلام وأوقات يبقى صورة تخليك أنت تفسريها بقى. زي رسالة؟ زي يعني أنا مثلا أشوف شخصية فيها بشكل جمالي مثلا معين أو بتاع يعني أو منظر في حتة جميلة جدا ده بيخليني تحس إن إيه الرؤية دي. ما أنت عارفة أصل الرؤى مختلفة عن الأحلام. الرؤى بتاخد كده خطفة كده كده يعني بتخوفك الرؤية دي؟ نعم بتخوفك. في أشخاص شفتهم خفت قلت أنا شفتهم ليه؟ لا ولا حد يعني شوفي أنا يعني من تجاربي أنا الشخصية في الحياة وأنا قلت الكلام ده قبل كده إن إيه الأرواح تسمعنا. ده وجهة نظري. وإذا سمعتيني أقول لك حكايتين. أولا أنا كان ليا وجهة نظر، أنا بحب محمد الموجي وبحب عبد الحليم حافظ بس كان ليا وجهة نظر فنية من وجهة نظري. كنت دايما أقول إيه إن عبد الحليم حافظ تلميذ في مدرسة محمد الموجي. كنت أقول كده. فأنا في الصيف أقعد أصلي في البلكونة في الحر يعني بالليل الساعة 2-3 كده مثلا لحظة يا رغدة ما أغفل كده يكون بغفل يا بصحى من النوم بغفل. شفت أنا بكلمك إزاي؟ والله 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 بحلف بالله لقيت عبد الحليم حافظ بيكلمني زي كده زعلان بعاتبك بيقول لي لا يا أستاذ توفيق لا لا رحت أنا عامل كده أنت واخدة بالك؟ دي بالنسبة بطلت أقولها يعني إيه لقيت عبد الحليم زعل منها بطلت تقول بطلت. هو الرؤية اللي بتشوفها كمان ممكن تشمل أشخاص أحياء موجودين معاك يعني ممكن أنا أكون موجودة معاك للحظات تشوف حاجات؟ لا ممكن بس أنا يعني أنا الرؤية يا رغدة يا بنتي بتاخد كده ثواني رسالة رسالة يعني ربنا أكرمني قوي ولذلك أنا بقعد يعني حتى على الهوا بقول أنا مش عارف أوفي ربنا نعمه عليا وصدقيني أنا مش بعمل دعاية لنفسي إن أنا أقول أنا كويس أنا مش عارف أوفي ربنا ما أكرمني بيه.